من الآداب والأخلاق الإسلامية. الصدق. ضد الصدق الكذب. المسلم لا يكذب. المسلم يصدق أولا مع الله. مسلم تيموي من الله سبحانه وتعالى. يصدق مع الله في أقواله. نجيبت من الله سبحانه وتعالى تام بجيب سنداي ربحتي. يصدق مع الله في أفعاله. هاي كوكبت تيموي من الله سبحانه وتعالى تام بجيب كاي دكاي ربحتي. يصدق مع الله في اعتقاده. هاي نجيبت ركبت تام بجيب كاي اعتقاد ربحتي. من أي حاجة اعتقاد بت نكرم جرب ربحتي. المنافق يكذب نسأل عافية السلامة. جماعة المنافق. تصدق مع عباد الله. تصدق مع الناس مع عباد الله. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث كان يعرف عليه الصلاة والسلام بالصادق. النبي صلى الله عليه وسلم من بعد النبي من بعد تروبان الله سبحانه وتعالى جعل تانه كوجي رسول. الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة يعني نهاية طريق الصدق إلى الجنة كان يجيبت كنوم طرق لودا الله لودا الله كنوم يين طرق حنسور بع الله سبحانه وتعالى والكذب يهدي إلى الفجور والفجور نسأل عافية السلام يهدي إلى النار هاي من أمبر بخاء رو كان يجيب بخاء رو من بطنن كنوم طرق أمبر دوسا الذي يتحرى الصدق يعني يحرص على الصدق انه لا يقول الا صدقا هذا يؤدي به الى الجنه ويكون عند الله صديقا مرتبه عاليه بعد مرتبه الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام ទៅរកយ៉ាងណាស់ឬក៏សួរការរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាដែលមានឋានៈដ៏ខ្ពស់ៗ